وقلت لا يمكن ولا يمكن وما عمرها غيمكن اننا نجزئوا ما بين مول الطاكسي اللي هو مول الطاكسي سائق وما بين السائق اللي كيمشي في التوجه باغي التفريق لهذا القطاع. واقعيين فعلا السائق كاين شي عنده واحد مجموعه ديال الحقوق مضمومه كاينه وبنسبه عاليه كاينه، ولكن كاينه واحد المستغل هو عنده حقوق مهضومه بتراتبيه اقل. حنا في الفيدراليه كنقولوا خاصنا نلقاو شي صيغه مختلفه على هاد القضيه ديال هضرنا في هاد الشيء، كنا واضحين وهضرنا مع بعضياتنا الاخوان في اللجنه التحضيريه، مشينا ابعاد وبدينا كنخرجوا كنقلبوا على شي طريقه استغلال خارجه على القضيه ديال التابع ديال الخبزه، أن يولي شي قانون ديال الخدمة بالآجر بالشهرية بالكونجي بي 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 بالصندوق الاجتماعي بي بي بي، ما نتسناش حنا الحكومة تجيب لنا قرار وتفرض على الشغل يخلص على لا، مشينا في هذا التوجه ديال المنظومة ديال الشغل، وهذا هضرنا تنقلبوا التعويض ديال السيدة أنا في الطاكسي ديالي باش يخدم معايا شحال خصو يعطيني واش نحسبوا لي بالكيلومتراج واش تحسبوا بال بالضبطان الامين العام ديال الفيدراليه الوطنيه المستقله لسياره الاجره. تكلمنا على الهدف اللي قدمتوا اليوم. لا بس اللي درنا اليوم هو واحد الملتقى التاسيسي ديال واحد المولود جديد ديال قطاع ديال سياره الاجره على المستوى الوطني، بعد ما حسوا الاخوان ان المركزيات اللي كانت كتمثلهم انها ما وصلتش للمبتغى اللي بغاوه المهنيين، وانه يعني ما بقاش عندهم قناعه انه يبقاو منخرطين فيها، وبالتالي فكروا انه يديروا يعني واحد مولود اخر اللي يدافع عليهم على المصالح ديالهم، وهذه هي باش جات الفكره باش اسسنا هذا يعني اسسنا هذا الملتقى ديال اليوم. الحمد لله انتم كما كتشوفوا يعني من ناحيه لا من ناحيه الكف ولا من الكم ولا من ناحيه العدد، ان الحضور كان وازن وكان واحد المجموعه ديال الجهات من المغرب من الصحراء من الشرق من الجنوب من الشمال من وسط المغرب. الحمد لله هذه بادره طيبه وهذه اول هذه البدايه ان شاء الله. الميف مطلبي هو ميف متنوع مخضرم فيه الكثير. نتمنى الله سبحانه وتعالى اننا ييسرنا الامور. ادريس حريحر رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، عضو اللجنه التحضيريه والان هو الكاتب العام ديال هذه الفيدراليه المستقله لسياره الاجره بالمغرب. هذه الفيدراليه جات باش تتجاوب على واحد مجموعه ديال الانتظارات ديال المهنيين على المستوى الوطني اللي شافوا انهم النقابات الحاضره والجمعيات اللي كاينه مابقاش كتجاوب على داك الشيء الانتظارات ديالهم، مابقاتش يعني كاين واحد البلوكاج، فارتأوا انهم يتكتلوا داخل هذه الفيدراليه وطنيه باش يشكلوا واحد يشكلوا هذه الفيدراليه اللي تكون مخاطب وتجاوب على واحد المجموعه ديال الاسئله وترفع واحد المجموعه ديال الاشكالات والتظلمات ديالهم الى الجهات المسؤوله، لا سواء وطنيا او محليا او على مستوى الجهات. المؤتمر كذلك عرف واحد المجموعه ديال الفقرات. انا بغيت غير ناكد على واحد القضيه، هو انه احنا كمهنيين كنأكدوا مره ثانيه انه النظام ديال المأذونيه ونظام ديال المأذونيه راه سوف كل الاهداف ديالو، كنعاود نقولها راه لا يمكن انه المهنيين يبقاو عبيد في القرن ديال 21 وفي 2021 نبقاو دائما عبيد كنخدموا على واحد المواطن نفسه، بغينا مواطنين من درجه كامله، مواطنين من درجه اولى من درجه اللي بغي